بقت حاجة غريبة، معرفش أنا الحقيقة هل ده ليه علاقة بالحر وارتفاع درجات الحرارة؟ هل معقولة كل الحرايق اللي بنسمع عنها أو بنقرأ عنها دي نتيجة تكييف مثلا؟ طب هل درجات الحرارة المرتفعة ليها علاقة بكمية الحرايق؟ تكلم في كمية حرايق؟ لا، كتير، ليه كتير؟ لأن أنت كل شوية بتسمع وبتشوف حريقة، إشي حارة اليهود، وإشي في العتبة، وإشي مصنع نسيج، وإشي بيوت عادية وشقق عادية، إشي مصانع تانية في 6 أكتوبر أو في أي محافظة من المحافظات. ليه الحرايق كتيرة قوي؟ اللهم احفظنا في هذه الفترة. خليني أرحب بسيادة اللواء أيمن فؤاد، لواء سابق في الحماية المدنية. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بك سيادة اللواء ايمن. اهلا بك. ايه كميه الحرايق دي وايه السبب؟ هل في عامل مشترك لهذه الحرائق المتنوعه؟ هو حضرتك نفرق الاول ما بين انواع الحرائق، لان مش كل الاسباب كلها بتبقى واحده. يعني في عندنا الحرائق المصانع مثلا، ده موضوع. الحرائق السكنيه بتاع المساكن ده موضوع تاني. الحرائق اللي هي بتاعت الاسواق المفتوحه زي العتبه والموسكي والكلام ده موضوع تاني. يلا ناخد كده هناخد كل جزء لوحده وقول لي ايه الاسباب يا فندم بعد كده. بالظبط يا فندم. بالنسبه للمصانع دلوقتي حضرتك، جميع الانشطه الصناعيه والتجاريه المفروض ان هي وفقا للكود المصري للوقات المشتعلة ضد اخطار الحريق الصادر من المركز القومي لبحوث البناء والاسكان، المفروض ان جميع المنشات دي نظرا لخطورتها ان هي بتبقى فيها اشتراطات لازم تلبي الحد الادنى من اشتراطات الوقايه من الحريق. الاشتراطات دي بتبقى معموله على اساس ان هو لو في حريق بسيط في المنشاه، التجهيزات الاطفائيه سواء الثابته او المتحركه في المنشاه دهيا بتحاول ان هي تسيطر على الحريق ده قبل ما يبقى. يبقى حريق المصانع هي مش جاهزه، ما عندهاش. لا لازم بالظبط. لا غير كده يا فندم، المصانع المشكله في التجهيزات دي ممكن ما تكونش مستوفيه او مش مستكمله، او ممكن تكون مستكمله بس ما تعمل لهاش الصيانه اللازمه ليها، ودي نقطه في منتهى الخطوره يا فندم. طبعا ان في مصانع كتير او فنادق كتير عندها فعلا واخده موافقه حمايه مدنيه وبالفعل عندها اشتراطات كامله، ولكن للاسف هم بيتقاصوا عن موضوع الصيانه، فيجي ساعه الحريق تشغل السيستم ده هو خسر اكتر ما كان عمل صيانه. بالظبط، وده حاجه جوهريه، ودي احنا شفناها يعني في كتير جدا جدا. دي المصانع، دي المصانع. البيوت بقى للبيوت احنا عندنا برضو حضرتك هنا احنا محتاجين نوعي الناس ان طفايه الحريق اللي موجوده في البيت دي مش شيء اختياري، ده يعني احنا حتى الان ان الموضوع ده يعني لا بس ايه السبب؟ لا ما هو ما طفيت الحريق ده شيء اساسي، بس انا بتكلم ليه حرايق كتيره في البيوت؟ البيوت 90% وفقا لاخر احصائيات ان 90% من الحرايق الخاصه بالمساكن بتبقى نتيجه الكهرباء، نتيجه سوء استخدام التيار الكهربي اللي موجود في البيت، سواء عن طريق زياده احمال ان انا بحمل اجهزه كتير جدا على سلك، فرع سلك واحد، فبيحصل ان بيحصل زياده في ارتفاع درجه، او بيحصل ارتفاع في درجه حراره السلك ده هو، فبيؤدي الى اشتعال العازل بتاعه، وبالتالي بينتقل الاشتعال ده هو لمكونات المكان او مكونات المسكن فيحصل حريق، يا اما استخدام. معلش بس كلام اللي حضرتك بتقوله ست لواء ايمن، كلام اللي حضرتك بتقوله يعني ده على بيوت كبيرة، بتتكلم على فيلل، بتتكلم على يعني بيوت كبيرة، لكن الحرائق اللي بتحصل في بيوت أهالينا القديمة هم ما يعرفوش الكلام اللي انت بتقوله ده. دي نتيجة بقى الحاجة التانية اللي لسه كنت هتكلم عليك يا حضرتك عليها، اللي هي التوصيلات العشوائية. ايه التوصيلات العشوائية دي؟ انا عندي مثلا مروحة محطوطة في حتة والفيشة في حتة، فأقوم مادد سلك بطريقة عشوائية تحت السجادة عشان يوصل للمروحه دي. السلك ده هو اللي تحت السجاده ناس رايحه جايه ماشيه عليه، فبيحصل تاكل في الماده العازله، التاكل ده شويه بشويه بيحصل
ان العازل بيحترق تماما فيحصل ماس كهربي، فاول حاجه بيمسك فيها السجاده وبالتالي يبتدي يمسك في مكونات المكان، بيبقى صعب السيطره. حضرتك قلت لي البيوت والمصانع وايه تاني يا فندم نفرق ما بين الاسواق بقى العشوائيه، الاسواق زي سوق العتبه وزي حاره اليهود. ايه الاسباب ليه الاسواق؟ السبب الرئيسي للاسواق دي ان مش كل اصحاب الانشطه كلها بني ادم واحد. بمعنى ايه؟ انا لو كل الانشطه دي بني ادم واحد بس فقط، يعني السوق كله يملكه شخص، اقدر اعمل تامين للسوق كله. لا، ما هو ما فيش شخص بيمتلك سوق بالظبط زي المولات مثلا. المولات اقدر امنها ليه؟ لان اللي بيمتلك المول كله اداره واحده. لكن اللي بيمتلك السوق ده هو مش اداره واحده عشان اقدر افرض عليه ان هو يعمل لي شبكه جوه السوق. فعشان كده ما بقدرش ان انا اامن هذا السوق، لان هو كل محل شخص مختلف عن الشخص اللي جنبيه. فعشان كده عشان اعمل اي خطه تامين للسوق ده هي ما اقدرش اعملها، لان انا ما عنديش واحد اقدر اتعامل معاه. فده ممكن طب ايه اللي خلى حاره اليهود يحصل فيها الحرايق دي؟ وايه اللي خلى العتبه تحصل فيها كل هذه الخسائر في المخازن والبيوت؟ ان انا اول حاجه يا فندم ما عنديش شبكه موجوده في السوق، ان هي لو حصل حريق بسيط اقدر من خلال شبكه الاطفاء ده هي ان انا اتدخل بسرعه. ادي نمره واحد. نمره اتنين، ان في عشوائيه طبعا في اللي هو الاشغالات العشوائيه اللي موجوده منعت عربيات المطافي ان هي توصل بسرعه لمكان الحريق. ادي كده عندي نمره اتنين. نمره تلاته، ان تلاصق المحلات بعضها ببعض وكميات كبيره معروضه من البضاعه السريعه الاشتعال والقابله للاشتعال كلها متلاصقه مع بعض، ادى الى ان النار تنتشر بسرعه كبيره جدا، ان السيطره عليها يبقى صعب جدا. اشكرك فندم. اتفضل. العفو فندم، تحت امرك. اتفضل، عايز تقول ايه؟ الله يخليك. انا بقول يا فندم ان جميع، او انا بقترح على حضرتك ان جميع الاسواق العشوائيه ده هي بما ان خطه الدوله ان احنا ما هي منطقه وسط البلد دي فيها كميه محلات كتير او مخازن بمعنى ادق، نبتدي ان احنا نخرج الناس دي من المناطق بقى المكتظه دي، نبتدي نخرجها لمناطق تانية ونعمل لها اسواق جديده ونعمل لها. ودي انا شايف ان في الاتجاه ده هو ان الدوله ماشيه بطريقه حلوه جدا. يا ريت يا فندم الاسواق اللي هي المكتظه دي عموما دي جزئيه دي جزئيه مش خاصه بينا، لانه الاسواق دي الناس بتمتلكها يعني. بشكرك فندم، شكرا جزيلا سيادة اللواء أيمن فؤاد.